يطالب مواطنون ببلدية الدوسن بترسيم السوق الأسبوعي للسيارات الذي بدأ بمبادرة شعبية واليوم يشهد إقبالا من مختلف ولايات الوطن. وماذا بنا احنا يعود سوق ما شاء الله ومرسم ورسموهن وإحنا ماذا بنا لينا والبلاد والخاوتنا كامل وراه اللي يسمع به يجي وزايد ربي يبارك هاك شوفوا كيف راه عامر وسما درك راه نقص عمارة شوي في الشتاء ويبرد الحال راه يعمر أكثر ماذا بنا احنا بلادنا تطلع ورسموهن وخلاص. السوق هذا يدور على تنظيم يتنظم يعود على كل حال محدد ومنظم ليه وعود سيتيرنا تجيه نقول احنا نهار السوق ترشن يعني السوق ما تعود شويه القبره هذه وكذا وعود سوق رسمي يعني بصفه رسميه فهمتني وراه تجيه الناس من كل بلاصه يعني الحق راه يعمر مليح. ندور على تنظيم وندور على الشباب ثاني ينظموا لنا الطوموبيلات تعودوا مريقلين ولا وتعودوا مرشن وتعود الحياه مريقله حتى الناس كي تجي ما تلقى الحياه منظمه. ثانية كل من كل ولاية كاينة ربي يبارك. احنا كي تعود من كل ولاية كاينة. ماذا بينا احنا سوقنا يعود يطلع برك عود زين سوق وعود مرسم بصفة رسمية. الناس تشري وتبيع ربي يبارك. كاين اللي يشري من هنا ما يروحش بعيد وكاين اللي كل واحد وكيفاه. حاجة تعرف بحاجة وحتى البلاد يهزها ثاني. البلاد ثاني تعود ربي يبارك يعود فيها سوق ثاني راه ما شاء الله. يأمل الكثيرون أن يؤخذ طلبهم بعين الاعتبار من طرف السلطات المحلية ويتم ترسيم السوق لا سيما أن الولاية تفتقد لمثل هكذا أسواق.